وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم محمد من قناه ميدي جيمر فلوجز. بدايه المقطع صلوا على النبي وحط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. النهارده يا شباب قررت اشتري اصغر سياره في العالم يا جدعان. بصوا دي، لقيت دي اصغر سياره وفي اصغر منها ان شاء الله. المقطع بس يا جدعان وصل 15 لايك، حاجه كده خفيفه كده عليكم. اشتري السياره دي، هي اصغر منها لكن دي لقيتها كده سيارات سباق وحاجه محترمه كده وشيك. ما التانية دي، ايوه هي دي، دي بقى اصغر سيارة في العالم. دي تاني اصغر سيارة في العالم يا جدعان. وانا يا جدعان هختار للسيارة اللي انا هشتريها لون محدد، واللون مش اللي اختاره على دماغي او مش بمزاجي يعني. اللون ده يا جدعان اخترته من على الناس اللي في لاين لايف، هم يعني انا قلت لهم اللون ده قالوا لي لا اختار اللون ده. ان شاء الله هنختار اللون ده يا جدعان ونشتري العربيه الفجره الجامده الجاحده دي وهنجربها بردك. ها الواحد يعني مش معاه فلوس اصلا يعني يعدل عليها، ف يلا بقى نشتريها وامرين. دلوقتي يا جدعان بيقول لي تحطها فين، قلت له حطها في الجراج. على طول بيسحبوا فلوس، مش بيعملوا لنا ديسكاونت يا جدعان. سحبوا 155,000 عشان اصغر عربيه في العالم. طب انا مالي، انا ليه اشتريتها؟ طيب دلوقتي يا جدعان هنقفل، واول لما السياره، مش السيارة، أول لما العروسة تيجي يا جدعان هنفتح المقطع تاني. دلوقتي يا جدعان العروسة بتاعتنا جت، فهننزل نشوفها. والله أنا متحمس يا جدعان جدا للعروسة الصغيرة، مش عارف يعني ايه اللي دخل الفكرة أنا في دماغي أنا وضيع. الله بص، باشا واقف في مكانه. باشا مين قصدك؟ أزعة واقف في مكانه، هي فعلا أزعة جدا. دلوقتي يا جدعان هنشوف ايه التعديلات اللي عليها، عشان أصلا مش معايا فلوس فمش هعدل عليها كده. ما شاء الله صوتها يعني جبار بدون تعديلات. ست بتقول لي ايه، عاوز نعمل لك حاجه؟ انت كل يوم داخل العربيه علينا بعربيه شكل، زهقنا منك يا عم. يا جدعان لو بصوا، وصل المقطع ده ان شاء الله 15 لايك بس، 15 لايك بس حاجه قليله عليكم. ان شاء الله المقطع الجاي هيتعدل على السياره دي، ولو وصل المقطع تعديل السياره 15 لايك هقوم شاري اصغر منها بقى، عشان انا مجنون رسمي. ولا تقول لي رامز مجنون، انا اجنم الرامز، هقلب لك عيل صغير. انا اجنم الرامز يا اسطى. نحط اضاءه ليليه، دي اصلا دايما اي عربيه. اوه جدعان دي صراحة شكلها جامد، والناس اللي في لاين لايف المحترمين قالوا لي حط اللون اللي هو الجاحد ده. جدعان حسابي في لاين لايف نفس قناتي على اليوتيوب بالظبط، روحوا اشتركوا اشتركوا. تعرف لو مشتركتش شايفك، ها شايفك اللي بتتفرج على المقطع ومش راضي تشترك، تقول سيبك يا عم الواد ده تافه اصلا. لا روح اشترك اشترك اسمع الكلام. الا هو جدعان لو لونها احمر تكون حاجة جاحدة. ان شاء الله جدعان في شوية الوان، ولو اصفر كده يا لهوي. هو ده الريس يلو، الريس يلو ده مخصص بس للسباقات، لكن احنا طبعا ناس مطفرين مش معانا فلوس، واكيد يعني جاي عند واحد زيي. مش انا مش بخش يعني، استغفر الله العظيم، مش ينفع نتكلم بقى في الكلام ده، ناس صغيرة بتتابعني مش ينفع الكلام ده. اوه استنى جدعان كده، مش شايف لها اي لازمة، مش شايف لها اي لازمه صراحه يعني. حاجه كده بالسوق، حاجه الناس اللي هي ايه معدله على العربيه عاوزه تفشخر بالظبط كده بمعنى الكلمه. يا لهوي لو العربيه كده، لا بص كده خرب بيتك اللهم لا حسد. الست جت تقول لي انت عندك كام سياره في الجراج بتاعك ده يا حاجه؟ ايه حاجه غض البصر يا حاجه، يعني اشكالك ده انا كل يوم داخل صح عليك بعربيه اصلا، ايه اصلا اللي بيخليني اروح؟ بص يا جدعان لو نص تفهيمه كده، بصوا لو دارك سموك جامد، كان واحد كده بيدخن في الازاز بتاع السياره فخلوا لونها اسود، شكلها كده صراحه جامد. بص لو خليتها كده على اخرها مش هتكون حلوه كده، تحس كده ايه ده. طبعا يا جدعان كده عدلنا على السياره، ننزل بقى نجرب السياره. سمعيني يا جدعان صوتها، بس صوتها لوحده دمار شامل. الراجل ده جدعان بحب اصبح عليه، مش هينفع بس واحنا يا لهوي.
جدعان ده صوتها لوحده. دي يا جدعان المشكلة بس فيها ان حجمها صغير فبتلف يعني في جدعان في لفتها بتلف اسمه ده سريع جدا يعني لو حودت كده تلاقيها حاودت معاك. ده لا والله جميلة جدا. دي يا جدعان مشكلتها، فانا عشان كده اصلا اشتريتها بس والله عشان اتفشخر بيها بس مش عشان اي حاجة. معايا فلوس زايدة وبحب ارميها في الارض. مليونير مليونير. انا مليونير بقى عشان جدعان السيارة صوتها جامد وجاحد وشكلها جامد وجاحد بردك وسرعتها جامدة. استنوا كده يا جدعان نشوف كده بتوصل سرعة قد ايه. ده يا جدعان ده استنوا استنوا وصلت 140 حاجة جميلة. وبصوا يا جدعان صوتهم محرك من جوه حاجة يا جدعان ضرب نار. فيا جدعان صراحة تقييمي للسيارة بعد كده يا جدعان هنقيم اي سيارة نشتريها. تقييمي يا جدعان للسيارة دي 8 من 10. ليه بقى؟ ليه 8 من 10؟ انا عارفك شايفك اللي بتسأل بتقول ليه 8 من 10. ليه ليه؟ اقول لك انا ليه يا كابتن. السيارة جميلة وجامدة وجحدة وكل وسرعتها معقولة على حجمها، لكن لما بتيجي تلف كده ما شاء الله بتلاقيها راحت منك الشارع اللي وراك، فهي دي العيب اللي فيها. لكن هي صراحة جميلة، انت ما تعتمدش عليها اعتماد كلي في الفرامل، لكن العربية كلها تعتمد عليها صراحة. يعني لو ممكن الفيديو الجاي عدلت عليها ممكن اجي الف كده تكون صعبه شويه، يعني الفرامل بتاعتها تكون مسكت نفسها مش كانك ايه مش دايس اصلا فرامل دايس على عجل الكتكوت. ف جدعان دي كده كده تجربتنا كده خفيفه لطيفه كده عليكم. ان شاء الله يكون شمكت بس طول عليكم وزهقناكم. عاوزين يا جدعان اعدل على العربيه دي واشتري اصغر عربيه في العالم في لعبه جي تي ايه. بصر امك تعدي يا جدعان كام؟ 15 لايك بس، 15 لايك وان شاء الله هتلاقوا كل الكلام ده في الفيديوهين الجايين ان شاء الله. فبس يا جدعان كده يا جدعان هيكون تقييمي للسيارة 8 من 10 زي ما انا قلت. كده يا جدعان ده هيكون فكرة حلقتنا النهاردة. كان يا جدعان معكم محمد من قناة فيديو جمر فلوكس. لو عجبكم مقطع حط لايك، ولو ما عجبكش اكتب لي تحت في الكومنتات هو ليه ما عجبكش وعشان يعني اقدر اطوره الفيديوهات يعني اللي جاية. ونشوفكم الفيديو الجاي او الفلوج الجاي. سلام.